لسوء حظنا اليوم تأتي المباراة في ظل ظروف صعبة جدا، أمطار لا تتوقف هنا على أرضية الملعب، ورغم ذلك الجماهير تتواجد بقوة خلف فريقها في مباراة اليوم. نتمنى أن لا يكون لهذه الأجواء تأثير على سير المباراة. أكيد أن أرضية الملعب تتأثر بالأمطار، لكن أيضا لاعبين ربما أصبحوا جاهزين مدربين حتى على اللعب في مثل هذه الظروف والأجواء الصعبة. من ملعب كامب نو معقل برشلونة، الصورة المعتادة والتسعين ألف خلف الفريق الكتالوني. بداية أحداث اللقاء، عدت الكرة، ديباي ديباي الكرة اللي مرت بجوار القائم. جوردي ألبا، يرسل تشيب باس إلى الجناح، تمريرة جميلة، قد يلعب كرة عرضية الآن، يحاول ديباي. كرة يحاول أن يسدد الكرة من هنا، يا لها من كرة لكنها في الأخير بعد بعد مجهود رائع جدا. جوردي ألبا، فاتت ومرت وصلت إليه. كوريا ينطلق إلى الأمام بسرعة، كوكي خطير جدا عندما يكون على الجهة اليمنى. كوريا قد تكون هذه فرصته، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. جوردي ألبا تلعب الكرة إلى الأمام، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. خيمينيز كرة طولية في اتجاه كوريا، كاراسكو
كوريا، كوريا كرة كانت صعبة بالتأكيد، محاولة رائعة، تسديدة جميلة من مسافة بعيدة. ديباي، جوردي ألبا يلعب كرة على اليسار، ديباي يبعد الكرة عن المرمى، فرصة هجوم معاكس، تريبيير كرة طولية إلى الأمام، لويس سواريز، سواريز كاراسكو إلى خارج المرمى، كان في مكان خطير جداً أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جداً. بيكيب يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، جوردي ألبا تحكم مذهل بالكرة، جوردي ألبا كرة عرضية على أمل إحراز، تسديدة الله على اللعبة الجميلة، سيرجيو بوسكيتس، بوسكيتس فريقان لا يلعبان كرة مثالية، الاختفاء بالكرة تقريبا ضعيف، ديباي ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة، يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام، تمريرة قوية أكثر من اللازم، الله من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ بوسكيتس، جوردي ألبا، بوسكيتس ديباي، اعتقد انها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته، نعم ديباي لم يكن من الممكن إيقافه.
نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. كراسكو، إيقاع جميل لعب على الجهة اليسرى، وهذه أخطر كرة في المباراة. تغيير جميل للعب. كوندوبيا بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة أمام كوريا. تمريرة جميلة، كرة لا تصدق. اللاعب يحاول مرور وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. في هذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، برشلونة يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. يلعبها طولية عند المساحة الخالية على الطرف. أنتوني غريزمان، كرة طويلة للأمام. ديباي وصلت إليه، لعبة جميلة، تسديدة أجمل. بيكيب، جوردي ألبا، جوردي ألبا يمرر كرة قوية. كوكي، تريبيير، كوندوغبيا، سواريز سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة. كوريا، يا لها من كرة على بعد مليمترات بسيطة. لمسة بينية، استقبال جميل. كوريا، الهدف جاء في نهاية الشوط الأول، النتيجة 1-0. كيمينيز، كيمينيز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. كوريا، لمسة على اليسار. غريزمان، تمريرة بينية. فرصة، كوريا. كرة طويلة للأمام. بيكيب، بيكيب يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع.
كوريا يبحث عن زميله، كرة مقطوعة بامتياز. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. ويمر إيريك غارسيا، يرتكب مخالفة واضحة جدا. غريزمان، كوريا من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تريبيير يمر ويلعب كرة بين كوندوغبيا. يا إلهي، جول! هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. كرة طولية إلى الأمام. يا إلهي، ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. كرة مرة أخرى. بوسكيتس، كرة إلى الأمام. كوكي، غريزمان، كوريا، غريزمان، تسديدة من أول لمسة. تصدي رائع جدا من الحارس. كوريا قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من ابعاد الخطر. ديباي يحاول تمريرها من بين المدافعين. كوندوغبيا، وكرة ملعوبة الى الامام بسرعة، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. جوردي ألبا يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ديباي يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. تغيير لاعب على الأجناب. تلعب الكرة إلى الأمام. يلعب كرة بينية. كوريا، الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. Our footballing travels have taken us today to الكرة. The Midlands. We're here at the King Power Stadium. I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical analysis is Stuart Robson. And we've got pulsating league action coming up for you. It's Leicester City up against Tottenham Hotspur. Thanks, Derek. It's all. اللحظات الأخيرة، الأمال مشتعلة، ولكن عليهم أن يكونوا في لحظات تركيز في هذه الكرة، نكون أو لا نكون. لويس سواريز الآن فرصتهم للمرتدة. الوقت يداهمهم، يجب عليهم نقل الكرة إلى الأمام بشكل سريع.
إذا صافرت نهاية المباراة انتهى كل شيء، والخيار الأخير سيكون ركلات الترجيح. مباراة كان فيها الكثير من التحفظ، كل مدرب أظن راضي بهذه النتيجة. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. ركلات الترجيح أعظم لاعبي كرة القدم ضيعوها، لذلك حتى اللاعبين أصحاب الخبرة في مباراة اليوم سيكونوا تحت ضغط كبير جدا ويحتاجون إلى المحافظة على أعصابهم. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. كوريا يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنها بثقة عالية. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. هل ينجح في زيادة الفارق من الأهداف؟ تصدي رائع. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. ثاني اللاعبين المسددين، تصدي غير عادي، حارس كالف، تصدي غير عادي من حارس المرمى. مباراة كبيرة لهذا الحارس. فرصة ليتقدم بهدف ثاني. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. ثم مع الثالث الآن، والكرة إلى الجانب الأيمن. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. تصدي غير عادي، حارس كالف، لعبها سهلة عند حارس المرمى. هذه ليست ضربة جزاء ناجحة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى برشلونة، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ برشلونة عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. تير شتيغن هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. لقد أحسنوا بالتماسك حتى وصلوا إلى ركلات الترجيح، لكنهم سقطوا أمام ضغط ركلات الترجيح بعد ذلك. الأمر سيء دائما للفريق الخاسر، بالذات عندما يتعلق الأمر أن تخسر ركلات الترجيح، لأنك تكون قد بذلت جهد كبير جدا في المباراة 120 أو أكثر من 120 دقيقة، وفي الأخير تخرج مهزوماً بهذه الوضعية الصعبة. إلى لقاء آخر سيداتي وسادتي، نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقيكم بحول الله تعالى في مباريات القادمة. مع خالص التحية والتقدير مني محدثكم فادي العتيبي.